مرحبا، كيفكم؟ أنا قصي الحافي، طالب إدارة أعمال سنة رابعة. بتمنى الكل اللي عم يشاهدونا إنكم تكونوا بخير. حابب أحكي شوي عن المحاضرات أونلاين. بعرف إنه هي طريقة جديدة علينا، بس لازم نتأقلم معها. أنا بالنسبة إلي عم استفاد شوي شوي من هالطريقة، وعم تابع محاضراتي وعم تابع مع الدكاترة. هي إن شاء الله فترة وبتمر، لازم نتأقلم معها. شغلة تانية حابب أحكي فيها معكم هي ضرورة الالتزام بالإرشادات الصحية اللي حكيت عنها منظمة الصحة العالمية. كتير ضروري إنه نلتزم فينا مشان نحمي عيالنا ونحمي أحبابنا ونحمي المجتمع اللي نحن عايشين فيه بهالوقت الصعب. وآخر شي بحب أقول AIU stay safe.